مشاهدينا الكرام أحييكم وأهلا بكم مع برنامجكم صباح البلد. كلنا تابعنا الآن ما شهدته المنطقة التاريخية المصرية من افتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بعد تطويره. خليني أقول أنه في إطار هذا الافتتاح يأتي في إطار إبراز قيمة المناطق التاريخية والأثرية وعودة القاهرة لسابق عهدها كمنارة تاريخية جاذبة للسياحة الداخلية والخارجية مع الارتقاء بالمظهر الحضاري. افتتاح اليوم لأعمال تطوير مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بيأتي ضمن خطة الدولة لتطوير مساجد آل البيت ومسار آل البيت داخل القاهرة. كلنا عارفين أن المسجد والمنطقة المحيطة به ليهم طابع خاص، وده بالفعل تم الحفاظ عليه بنفس الرونق التاريخي، وعملية التطوير دي بتتم فيها رفع كفاءة المسجد وأيضا زيادة المساحات الخضراء وتطوير شارع الأشرف واللي بيعد أحد أهم الشوارع الأثرية الموجودة في هذه المنطقة. كل ده هيكون متحف مفتوح على غرار شارع المعز، وده لإضافة لمسة جمالية للموقع الذي يتمتع بحب وإقبال المصريين وغيرهم لزيارة آل البيت. عايزة أقول إنه السيد الرئيس اليوم قال كلمة، إنه الرئيس قال في كلمته إنه الدولة المصرية بتشهد تطوير في أضرحة آل البيت، وذلك يأتي في إطار خطة الدولة المصرية لاستعادة القاهرة التاريخية. أضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمة اليوم في افتتاح مسجد السيدة نفيسة بعد تطويره، وكان يرافقه السلطان مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة بالهند، قال إن الدولة تحركت في هذا الاتجاه مثل ما تحركت في العديد من المسارات مثل عرب اليسار ومجرى العيون، وقائلا بنغير الواقع الصعب اللي كان موجود، وأشار إلى أنه يتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا فيما نقوم به من عمليات تطوير للأضرحة الكريمة والأماكن المحيطة. أيضا السيد الرئيس وجه اليوم الشكر إلى السلطان مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة بالهند على المساهمة والمشاركة في عمليات تطوير أضرحة آل البيت، قائلا أهلا وسهلا بتشرف بيكم. وأضاف السيد الرئيس خلال كلمته اليوم الثلاثاء في افتتاح مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بعد تطويره، قال إن الدولة المصرية ماضية في طريق تطوير أضرحة آل البيت والأماكن المحيطة من أجل تنفيذ ما بدأته واستعادة القاهرة التاريخية، وشدد على أهمية تطوير هذا المقام الكريم وهو ضريح السيدة نفيسة، ولفت إلى أن هناك مجهودات كبيرة تمت من قبل سلطان طائفة البهرة بالهند خاصة بعد تطوير وافتتاح مسجد سيدنا الحسين، وأن الدولة مستمرة في هذا الاتجاه، قائلا ربنا يوفقنا ويعيننا ونكمل. أهلا وسهلا بكم وتشرفنا بكم. أيضا أحب أذكر أنه بالنسبة لهذه المنطقة المحيطة بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها تم ترميم الأسفلت بنسبة 100%، وأيضا إزالة مخلفات هدم المقابر ومنها شارع محمد رفعت بنسبة 100%، وإقامة بوابة لشارع الأشرف ورفع كفاءة الشارع وتطويره، وأيضا تشجير الميادين والجزر في محيط مسجد السيدة نفيسة، وتم دهان واجهات المباني المحيطة القريبة من ميدان السيدة نفيسة وشارع الأشرف بما يتناسب مع روح العصر الفاطمي. مش كده وبس، أيضا تم تطوير المساجد والأطرحة الموجودة في الشارع. أيضا الجميل أنه تم توفير عربات كهربائية لنقل زوار شارع الأشرف وتحديد مكان مخصص لعربات المأكولات داخل نطاق شارع الأشرف، وده في إطار دعم المشروعات الصغيرة وتوفير فرص العمل للشباب. وأيضا تم تطهير محيط سور مجرى العيون في نطاق السيدة نفيسة ضمن خط سير مسار آل البيت. الرئيس عبد الفتاح السيسي كان استقبل بالأمس السلطان مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة بالهند، والمستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السلطان مفضل سيف الدين ضيفا عزيزا على مصر، مشيدا بالعلاقات التاريخية بين مصر وطائفة البهرة،
ومثمنا الدور المقدر للسلطان والطائفة في ترميم وتجديد مقامات آل البيت وعدد من المساجد المصرية التاريخية، فضلا عن الأنشطة الخيرية المتنوعة في مصر، بما يتكامل مع جهود الدولة لتحقيق التنمية وحرصها على تطوير القاهرة التاريخية واستعادة وإبراز طابعها الحضاري الأصيل. ومنح الرئيس السيسي السلطان مفضل سيف الدين سلطان البهرة وشاح النيل تقديرا لجهوده المتواصلة في مصر على المستويات الثقافية والخيرية والمجتمعية. خلينا نقول انه احنا بكل سعادة، احنا يعني هذا المكان المحبب لدى كل المصريين ومحبي آل البيت، بالتأكيد هذه المنطقة اختلفت تماما عن السابق، رجع عليها رونقها، وده بنقول ان القاهرة التاريخية تعود مرة اخرى الى رونقها والى عبقها التاريخي. كل من سوف يزور هذه المنطقة وسوف تكون يعني مش بس الناس تروح تصلي وتزور ضريح السيدة نفيسة رضي الله عنها، لا بالعكس، بقت منطقة سياحية للحضارة الإسلامية اللي موجودة في القاهرة التاريخية. ألف مبروك لينا، ومكان آخر بنعتز به بيعود لي رونقه، وإن شاء الله أماكن كثيرة سوف نشاهدها في القاهرة التاريخية بهذا المستوى وبهذا الشكل. مشاهدينا الكرام، أحييكم مرة أخرى، ووصلنا الآن لفقرتنا الإخبارية اللي حنناقش فيها أهم الأخبار، المقالات، الحوارات والتحقيقات المتنوعة من الصحف والمواقع الإلكترونية. بيسعدني أن يكون معنا النهاردة الكاتب الصحفي الأستاذ صبري عبد الحفيظ، نائب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون. أستاذ صبري، صباح الخير. صباح الخير والرضا عليكم وعلى مصر كلها. قبل ما نبتدي جولتنا، احنا كنا قاعدين كلنا بنتابع مع افتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بعد تطويره. شفت المشهد ازاي؟ وشفت المسجد بالمنطقة المحيطة بالافتتاح، شايفه ازاي؟ بص حضرتك، هو المشهد ده احد اهم ما يميز الأمة المصرية منذ عهد طويل جدا، وهو التنوع في الأفكار، التنوع في الطوائف، التنوع في الأفكار الاجتماعية، واستيعاب كل هذه الأفكار والحياة جنبا إلى جنب في تعايش وسلام تام ومستقر. نعم، أحد أهم ما يميز الدولة المصرية قلنا ده، وده برضو أحد أهم أدواتها الناعمة وقوتها في على مستوى العالم وقوتها على في محيطها سواء الأفريقي أو العربي. لا تجد هناك أمة، ولازم نقول ان مصر امه، لان الامه هي كل دوله او مجموعه ينصهر فيها الافكار سواء الافكار الدينيه او الافكار الاجتماعيه في تناسق وتناغم واستقرار تمام. فمصر بالمعنى الدقيق لكلمه الامه هي امه، بما نراه الان من هذا المشهد الذي يتجلى فيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ولجواره سلطان طائفة البهرة، وهي طائفة شيعية. نعم. هندية. لا، نشأتها أساسا في مصر، عشان كده هم هذه الطائفة لديها تقدير ومحبة كبيرة لمصر، لأن هي أصلا نشأت في مصر من حوالي 1000 سنة في عهد الدولة الفاطمية، ثم جاءت بعد كده الدولة الأيوبية ودولة أولاد وأحفاد صلاح الدين الأيوبي، فتم هجروا مصر وانتقلوا إلى اليمن ثم إلى الهند واستقروا. يعني هي أصولهم مصرية. أصولهم مصرية، عشان كده هم لديهم حب عميق لمصر وولاء كبير لمصر، لدرجة أن سلطان البهرة الحالي أوصى أنه هو لما يموت، نعم أوصى لما يموت أنه هو يدفن في مصر. فهذه الطائفة أصلا أساسها طائفة مصرية. طائفة أساسها مصرية، بيعود أصلها للإمام المستعلي، هو ابن السلطان المستنصر بالله الفاطمي، وبالتالي هي أصلا أساسها مصر زي ما قلنا، وتدين بالولاء وبالحب لمصر. طبعا عاشوا فترة كبيرة جدا منقطعين عن مصر، إلى أن جاء الرئيس الراحل أنور السادات وفتح لهم الباب تاني للعودة، فابتدوا يتوافدوا وأصبح لهم حضور كبير. بنشوفهم كتير، يعني أنا لهم ليهم زي خاص كده. أيوة. فإحنا بنشوفهم يعني عندما تتجاوز
الأول في شوارع القاهرة بتلاقيهم موجودين يعني. هم لهم تركز واضح في منطقة المهندسين الدقي. صحيح. يعني هم وهم طائفة مش بتوع اختلاط كتير، هم مغلقين شوية على نفسهم لأن من أساس العقيدة بتاعتهم وعدم الاختلاط، ثم عندهم مذهب مهم جدا أو عقيدة مهمة جدا غير متوفر في بقية الطوائف الشيعية الأخرى، وهو عدم تصدير المذهب. بمعنى ان هم ما بيحاولوش يصدروا المذهب بتاعهم، ما بيعملوش مثلا زي ما بتعمل باقي الطوائف الشيعيه زي الطائفه الصفويه وحاجات زي كده، اللي هم بيحاولوا اللي هي في ايران بيحاولوا يصدروا الثوره ويصدروا افكارهم ويعملوا عمليات تحويل لباقي الطوائف الاخرى للطائفه بتاعتهم. لا، هم منغلقين على نفسهم، لا يقبلوا احد جديد لهم الا اذا كان من اصل فاطمي. الا اذا كان من اصل فاطمي. لذلك هم عندهم كل فرد من الطائفه عنده شجرة عيلة، زي ما نقول كده شجرة عيلة، زي مثلا عندنا الأخوة الأشراف مثلا في مصر بيبقى عنده شهادة، هو فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان إلى أن ينتهي نسبه للإمام المستعلي في الدولة الفاطمية. طبعا هم قلنا أن لديهم حب كبير، لأنه برضه عندهم هنا مسجد المقر الأساسي بتاعهم، يعني يعتبر مقصد للزيارة والتبرك هو مسجد الحاكم بأمر الله اللي موجود في القاهرة. المسجد ده طبعا هو عندهم اعتقاد خاص بيهم كده إن المهدي المنتظر سوف يظهر في هذا المكان، في مسجد الحاكم بأمر الله، وإن في بئر مقدس سيظهر في آخر الزمان المهدي المنتظر، ويقول ويقال إن هو الحاكم بأمر الله، السلطان الحاكم بأمر الله هو هذا المهدي المنتظر بالنسبة لهم. فلذلك هم لديهم رقم واحد مشاعر حب وود باعتبار إن هو أصلهم بدأ في مصر، تاني مشاعر تقديس باعتبار ان هذا المسجد بالنسبه لهم مقدس، لان هو عندهم اعتقاد ان المهدي المنتظر سوف يظهر من هذه المنطقه. وهم كان في عمليه تطوير كمان دخل فيها مسجد الحسين، لو مسجد الحسين مسجد السيده زينب وحاليا مسجد السيده نفيسه وقبل كده برضه عملوا مسجد الجيوشي وهم اللي قال البيت، يعني هم يعني كل مسجد قال البيت. طيب خليني انتقل الى خبر اخر، وهو خبر حديث، حيث تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا اليوم من الرئيس ويليام روتو رئيس جمهورية كينيا منذ قليل. وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين أكدا على الأفاق الواسعة لتطوير العلاقات الثنائية المتميزة ودفع أطر التعاون المشترك بين مصر وكينيا، فضلا عن التوافق بشأن تكثيف التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين لتعزيز أطر العمل الأفريقي المشترك على النحو الذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة المرجوة لدول وشعوب القارة، وتحفيز المساعي الرامية نحو تحقيق الاندماج والتكامل القاري على كافة المستويات. تناول الاتصال التباحث بخصوص سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وكينيا، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول القضايا الأفريقية ذات الاهتمام المشترك، خاصة تطورات الأوضاع في السودان وبمنطقة حوض النيل. أستاذ صبري، اتصال مهم، وكان يعني احنا لسه قايلين ان هو منذ قليل، يعني اتصال يمكن قبل ما الرئيس يروح المسجد على طول في افتتاح مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها. يعني خليني الاتصال ده يعني أكد على حاجتين، لان هو بيقول التوافق بشأن تكثيف التنسيق والتشاور بين البلدين لتعزيز أطر العمل الأفريقي المشترك على النحو الذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة المرجوة لدول وشعوب القارة، يعني مش بس للبلدين، لدول وشعوب القارة. ويمكن احنا شايفين ان ما يحدث في النيجر سببه أساسا إحساس الشعب النيجيري بما يعانيه، مع أنه دولة يعني هو من أفقر شعوب الدول الأفريقية، وفي نفس الوقت هو مليء عنده ثروات، عنده ثروات، ده هو مخزن اليورانيوم في العالم. فإزاي أنا حالي كده وإزاي أنا واصل لكده؟ دي نقطة في غاية الأهمية. هذا الاتصال مهم جدا، وده بيأكد على أن العلاقة بين كينيا ومصر أصبحت علاقة خاصة. للأسف الشديد في فترة من الفترات كانت علاقة مصر بالقارة الأفريقية بالمحيط الأفريقي كان شبه متجمد. منذ عام 2014 مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية
بدأت الحرارة تدب في أوصال هذه العلاقات المصرية الأفريقية، سواء الأفريقية ككل كقارة أو العلاقات الثنائية بين مصر وكل دولة وأخرى. العلاقات بين مصر وكينيا متميزة منذ أمد بعيد، منذ مرحلة التحرر والاستقلال عن الاحتلال أو الاستعمار الأجنبي. مصر ساعدت كينيا في التحرر من الاحتلال وعملت معها وقفة يذكرها التاريخ والأخوة الكينيين يذكرونها جيدا. مصر عملت إذاعة وقتها خاصة، ثم تطورت هذه العلاقات بشكل كبير جدا في المرحلة الحالية من بعد 2014. حصل زيارات متبادلة، الرئيس الكيني زار مصر أكثر من مرة، الرئيس السيسي كان هناك من حوالي 15 أو 20 يوم في حضور قمة منتصف العام للاتحاد الأفريقي، وبعدها وقبلها حصل برضو اتصالات بالإضافة لاتصال هذا اليوم. العلاقات بين مصر وكينيا بتمشي على مسارين اثنين، المسار الأول هو المسار الثنائي، التعاون الثنائي. مصر بتتعاون مع كينيا في الزراعة، في بناء سدود، في إنشاء محطات كهرباء، في عمل مصانع وهكذا، إلى جانب المسار الآخر في العلاقات المصرية الكينية هو المسار الأفريقي، وهو بيسعى إلى تحقيق التكامل زي ما ورد في الخبر ما بين مصر وكينيا وخدمة باقي شعوب القارة الأفريقية من خلال الاستراتيجية الأفريقية 2065 اللي هي التنمية المستدامة للدولة الأفريقية. مصر بتشيل على عاتقها مهمة إحداث التنمية لشعوب القارة الأفريقية، ومصر عندها مشاريع مهمة جدا في هذا المجال. مصر وكينيا كمان في بينهم تشاور كبير جدا بحكم رقم واحد ان هم دولتين بيشتركوا في حوض النيل، بحكم ان هم دول جوار للسودان، وبحكم ان هم برضو دولتين كبيرتين في القارة الأفريقية. استاذ صبري، لو احنا بنتكلم على كده، احنا عندنا دلوقتي الدول الافريقيه احنا عندنا دولتين فيهم مشكلتين كبيره جدا، ويمكن هم مسار حديث العالم، ما يحدث في السودان وما يحدث في النيجر. يعني الاتحاد الافريقي والتحرك المصري والكيني والتنسيق المشترك بينهم، خاصه ان الازمتين ما بتحلوش، يعني بالعكس الموضوع بيزداد صعوبه وبيزداد سخونه في الدولتين. هو طبعا الأزمة اللي حصلت في النيجر دي أزمة خطيرة جدا، لكنها أقل مما يحدث في السودان، لأن هناك حصل كما تم توصيفه انقلاب عسكري على حكم الرئيس محمد بازوم، ولكن في هناك تأييد من الشعب للانقلاب. نعم. لما حصل بسبب زي ما تفضلت حضرتك ان دي دولة عندها ثروات كبيرة جدا، لكن الشعب يعاني من الفقر. يعني خدي بالك ان النيجر تعتبر من افقر الدول الافريقية على الاطلاق بحكم المنطقة الصحراوية، ما فيش تنمية، في نهب لثرواتها من الدول الاستعمارية السابقة التي ما زالت لديها قوات موجودة هناك، ولذلك الشعب وبعض الدول الأفريقية تؤيد ما حصل في النيجر بحكم أنه هو سوف يرفع يد بعض الدول الاستعمارية عن ثروات هذه الشعوب. لكن الوضع في السودان هو أصعب وأكثر تعقيدا مما يحصل في النيجر، على أساس أن في طرفين متحاربين، وهو تقريبا في خلال نحو 4 شهور هوت من 15 أبريل لحتى الآن تم تدمير، يعني تقريبا الدولة تدمرت خاصة العاصمة السودان. يعني في تقرير من منظمة الصحة العالمية بيقول ان 80% من المستشفيات اصبحت خارج الخدمة، تم تدميرها. باقي 20% الاحتياجات الموجودة فيها لا تكفي المواطنين. بنتكلم عن حوالي 3 مليون نازح جوه السودان، وحوالي 1 مليون بره لدول الجوار، منهم حوالي 450 ألف في مصر. بنتكلم ان برضو تقرير منظمة الصحة العالمية بتقول ان في 24 مليون فرد سوداني في حاجة الى مساعدات غذائية وعلاجية عاجلة داخل السودان. منهم 14 مليون طفل. طبعا هذه كارثة، لو عرفنا ان هي كارثة لما نقول ان عدد الشعب السوداني حوالي 49 مليون، لما بنتكلم عن 24 مليون في الداخل محتاجين مساعدات عاجلة، يعني نصف الشعب. هذا الشعب عانى كثير، لكن للأسف الشديد ان الطرفين كل منهم يعتقد ان هو بإمكانه فرض الكلمة بتاعته وفرض قوته والاستحواذ على الدولة بالقوة المسلحة. لذلك طول 4 شهور اللي فاتوا لا أحد منهم يرغب في وقف
اطلاق النار واسكات اصوات الرصاص. مصر قامت بدور مهم جدا ووضعت النقاط على الحروف فيما يخص الازمه السودانيه عندما عقدت في منتصف الشهر الماضي قمه دول الجوار، لان مصر وضعت ايدها على الالم ووصفت العلاج. الالم كان يتمثل في ان عدم رغبه الاطراف السودانيه في الجلوس المفاوضات ولا الالتزام بالهدن التي تم الاعلان عنها. مصر عملت ايه؟ عملت شيء مهم جدا، وهو عملت اليه وزاريه لمتابعه القرارات. الاليه الوزاريه دي بتتكون من وزراء خارجيه دول المحيط السوداني اللي هو دول الجوار السوداني من اجل متابعه القرارات اللي هي اللي كان فيها وزير الخارجيه اول امس. نعم، كان في تشاد. صحيح. نعم. صحيح. لان طلع مجموعه من القرارات عن القمه. رقم واحد اللي هو الجانبين يعودوا للمفاوضات، وان المفاوضات تشمل جميع القوى اللي موجوده في السودان، القوى المدنيه او حتى المواطنين، يشاركهم في ايجاد حل للازمه الحاليه والعوده الى المرحله الانتقاليه الديمقراطيه، بحيث يتم انتخاب مجلس شعب او مجلس نواب وحكومه تنفيذيه، ثم يعود كل الطرفين الى الثكنات العسكريه، ثم الحفاظ على الهدنه. كنا بنتكلم قبل كده ان كانت مشكله الهدنه ايه اللي كان بتعملها بعض الدول الاخرى لما بيجيبوا الطرفين او مندوبيهم، ان هم بيقول لك في هدنه اسبوع، لكن لم تكن هناك اليه لمراقبه هذه الهدنه. هل تم فعلا وقف اطلاق النار؟ من اخترق اولا هذه الهدنه؟ لم تكن هذه موجوده. الاليه الحديثه الموجوده دي اللي هي لما بيتفقوا على هدنه بيتم مراقبه هذه الهدنه، وبالتالي ده شيء مهم جدا لمتابعه الهدنه، مش نسيبه لنفسه. طب انا ملتزم، لا ده هو اللي اخترق الهدنه. طيب الجزء الثالث وهو البعد الانساني، يعني هي مصر عملت ثلاث ابعاد، البعد الاول وهو السياسي، نجيب الاطراف للمفاوضات، البعد الثاني وهو البعد الانساني بحيث ان يتم فتح ممرات امنه، عدم استهداف المستشفيات زي ما قلنا ان في 80% من المستشفيات خارج الخدمه، عدم استهداف المدنيين والاماكن السكنيه. طبعا ده هيتم ازاي اذا ما كانش في اليه للمراقبه؟ الاليه الوزاريه ديت لدول الجوار هي اللي بتراقب الحاجات دي، ونتمنى ان يلتزم الطرفين بما سيتم اقراره بحيث ان السودان يوصل إلى الاستقرار وتعاد ثانيا مرة أخرى العملية الديمقراطية والانتقال الديمقراطي. طيب أنتقل لأخبار رئاسة مجلس الوزراء، حيث وصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مساء أمس إلى مطار القاهرة الدولية عائدا من العاصمة الأردنية عمان في ختام زيارة رسمية على رأس وفد رفيع المستوى ترأس خلالها اجتماعات الدورة 31 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة بمشاركة نظيره الأردني الدكتور بشر الخصاونة، فيما استقبل الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية أمس بقصر الحسينية الدكتور مصطفى مدبولي، وأعرب الملك عبد الله الثاني عن ترحيبه بما تم التوافق عليه بين الوفدين المصري والأردني من موضوعات تعاون مختلفة، مؤكدا حرصه على المتابعة المستمرة لمسيرة تطوير وتعزيز العلاقات مع مصر، كما أشار إلى ضرورة بذل الجهد لتسريع تنفيذ مجالات التعاون الثلاثي مع العراق الشقيق. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أنه سيتابع مع أخيه الدكتور بشر الخصاونة خلال الفترة المقبلة آليات تنفيذ موضوعات التعاون الجديدة بين البلدين، لا سيما التعاون في مجال الصناعات الدوائية والهيدروجين الأخضر وغيرها من الموضوعات. عايزين يعني إحنا في وقت دقيق ووقت حساس ووقت صعب، يعني عايزة أعرف المشاركة دي وأهمية هذا الاجتماع لهذه اللجنة المشتركة ما بين مصر والأردن في هذا التوقيت تحديدا، خاصة إن لو يعني كلمة الملك عبد الله زي ما يقول إيه، ما ننساش العراق، فين العراق يعني في كلامه. هو طبعا إحنا علاقتنا بالأردن تعتبر النموذج الأمثل لعلاقة الأخوة بين مصر والأردن. العلاقة دي هي النموذج الأمثل لعلاقة الأخوة بين الدول العربية. العلاقة دي خد بالنا كويس، والحمد لله يعني، ونتمنى أن يستمر هذا النهج من العلاقة، علاقة مثالية لم تشوبها أي شائبة على مدار سنوات طويلة. يعني احنا ممكن يكون حصل بينا توتر واختلاف وجهات النظر ما بعد الدول الأخرى،
القويه بالنسبه لنا، الدول العربيه مثلا سواء في شمال افريقيا او الدول العربيه اللي موجوده في الجانب الاسيوي، لكن علاقتنا مع الاردن هي علاقه نموذجيه، ندعو الله ان تستمر هذه العلاقه وان يتم تعميم هذا النموذج في علاقه الدول العربيه كلها ببعض. سيادة رئيس الوزراء راح وفي رقم مهم جدا انا احب اذكر بيه، اللي هو الدوره دي او اللجنه دي الوزاريه دي هي رقم 31. يعني احنا بقالنا 31 سنه الحمد لله يعني مستمرين في هذه العلاقه وهذا التشاور، لان يبقى مثلا بدات حوالي مثلا 1985 في علاقات بيننا وبينهم وفي تبادل، العلاقه بتقوم على الاحترام وعلى تبادل المصالح برضه، مش معنى ان احنا اخوات نبقى انا اخد منك على طول او انت تديني على طول، لا هو في تبادل مصالح، في طريقين اتجاهين رايح جاي. ليه العراق؟ لان احنا بيننا لو تتذكري حضرتك اعتقد كان في 2021 كان عملنا اهل مصر والاردن والعراق حاجه اسمها اللجنه الثلاثيه. نعم. اللجنه الثلاثيه دي كان موجود فيها الدكتور اللواء مصطفى الكاظمي اللي هو كان رئيس وزراء العراق السابق، وحضر فيها الملك عبد الله في القاهره والرئيس عبد الفتاح السيسي، عملنا حاجه اسمها اللجنه الثلاثيه. والرئيس زار العراق كمان. صحيح. نفس بعدها. اللجنه بعدها. أيوة. نعم. اللجنه دي احنا بيننا وبين عاوزين نعمل تكامل ما بيننا احنا الثلاثه، مصر والاردن والعراق، بحيث يبقى في طريق دايركت رايح جاي للتنميه، لان العراق برضو دوله مهمه جدا عندها ثروات كبيره جدا، لكن بتعاني من توتر امني، من اضطرابات بعض الشيء، فمحتاج شويه استقرار ومحتاجه تنميه، وعندنا شركات مصريه موجوده في العراق بتساعد في موضوع عمليه التنميه واعاده الاعمار، فده بمناسبه حضرتك ليه العراق. وبرضو عندنا خد بال حضرتك مع الاردن لجنه رباعيه، مصر والاردن والامارات والبحرين، بمعنى ان علاقتنا اللي احنا بنتكلم عنها دي العلاقه المثاليه مع الاردن، بنحاول نعمم هذا النموذج مع باقي الدول ونعمل نماذج اخرى اكبر من العلاقه بتاعتنا. سياده رئيس الوزراء في اللقاء ده كان في هو لقاء اقتصادي بامتياز، لقاء اقتصادي بامتياز كان معاه حوالي 9 وزراء وهم وزراء المجموعه الاقتصاديه، عشان في اتفاقيات في مجال الكهرباء، اتفاقيات في مجال النقل، اتفاقيات في مجال الصناعه والتصدير، وعندنا في الاردن كمان على فكره ده رقم ما يعرفوش ناس كتير جدا، حوالي 1,100,000 عامل مصري، هي رقم 2 بعد السعوديه على فكره. العماله المصريه في الاردن هي رقم 2 بعد السعوديه، وبيدخلوا برضو حوالي 900 او 700 مليون دولار سنويا تحويلات ليهم. نعم. استاذ صبري عبد المنعم الكاتب الصحفي ونائب رئيس تحرير مجله الاذاعه والتلفزيون، انا بشكر حضرتك. شكرا جزيلا. شكرا شكرا. مشاهدينا الكرام بكده بتكون انتهت جولتنا في صحافة اليوم، دلوقتي هنتابع معا تقرير عن إطلاق جامعة حلوان فعاليات مبادرة مبدعون باختلاف 2 بمركز إعداد القادة. تحت شعار مبدعين باختلاف 2 نظم معهد إعداد القادة بحلوان الملتقى القمي للطلاب ذوي القدرات الفائقة، حيث تسعى أهداف الملتقى إلى تطوير مهارات الطلاب وتعزيز مشاركتهم في جميع المجالات، حيث أكد مدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور كريم همام إن هؤلاء الطلاب جزء لا يتجزأ من المجتمع الجامعي. عندنا المبادرة المرة دي هي مبدعون باختلاف 2. مبدعون باختلاف هي أولادنا الموجودين في الجامعات المصرية كلها، عندنا يمكن أكثر من 3,600,000 طالب في الجامعات المصرية، فيهم عدد كبير جدا من أولادنا ذوي الاحتياجات الخاصة بالإعاقات المعينة والمختلفة الموجودة عندهم. اهتمام فخامة رئيس الجمهورية واهتمام السادة رؤساء الجامعات وتوجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي دائما واضحة، ولادنا دول مش بس على العامل الإنساني الاهتمام بيهم، ولكن أيضا بالجانب المهني والجانب العلمي والتفكيري والإبداعي، قد إيه ولادنا محتاجين إن احنا نحط لهم خطة نكون في ظهرهم. الهدف بتاعنا خلال الأسبوع ده كامل يبقى فيه تعايش بين ولادنا ما بينهم وما بين كل الجامعات المختلفة، وبينهم وما بين رجال العلم والثقافة والفن، يبقوا قاعدين معاهم بيدوا لهم حاجات كتيرة قوي. بصراحة مبادرة قوية جدا جدا جدا، أنا ما سمعت عنها وسمعت إن احنا عندنا 200 شاب من ذوي القدرات الخاصة موجودين عشان نطلعهم عندهم
عندهم يقدروا يبقوا مقبلين على الزواج، يبقى عندهم قياده نقدر نخليهم يتحطوا في المناصب والاماكن اللي تاهلهم انهم ينزلوا مجال العمل ومجال السوق. طبعا دي لقيت حاجه لطيفه جدا، انا احب اكون مشارك في كده حتى لو من بعيد، يعني حتى لو متفرج على الشباب دي وشفت طموحهم. دول الوقت انا بدور على اولادنا من اصحاب الهمم، اول مره اكبر شويه بالسن بتاعي وبتابع ناس اكبر شويه، وده اللي هيديني اهتمام اكتر في الفتره الجايه ان انا اشوف ازاي اقدر اساعدهم واحاول اساعدهم ازاي. النهارده احنا موجودين في وجود 200 شاب وفتاه من طلبه الجامعات المصريه من ذوي الاعاقه، يمكن دي من الفئات اللي وزاره التضامن الاجتماعي بتهتم بيها ووضعها على يعني الاولويات بتاعه عملها. اعداد الشباب المقبل على الزواج وتعرفهم بكل المعارف والمهارات اللي تمكنهم ان هم يبنوا حياة أسرية سوية ومستقرة مهمة جدا، ويمكن ذوي الإعاقة من الفئات المهمة جدا ان احنا نتكلم معهم. تشمل فعاليات الملتقى تعريف الطلاب بالمبادرة الرئاسية المصرية مثل المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية والتوعية بأهمية الأنشطة الطلابية ودورها في تشكيل وعي الطلاب. سمعت عن المبادرة من الجامعة عندنا وحبيت ان اقدم فيها، وطبعا متابع قادرون من بدايتها اساسا واهتمام سياده الرئيس بذوي الهمم، فهي حاجه كويسه جدا وشرفني ان انا اشارك فيها، لان هي بتقدم افكار كويسه وبتخلي الاشخاص من ذوي الهمم في دمج في المجتمع، وده كنا مفتقدينه جدا. اللي استفدته من معهد اعداد القاده، انا استفدت حاجات كتير جدا، ان معهد اعداد القاده علمنا حاجات كتير جدا، اولا هو بينظم لنا وقتنا، بيخلينا فينا روح التعاون بين الجامعات على اساس ان احنا مجتمع واحد. من طرفات اتفاق تحب من انا بتكلم على حياتي، ممكن تحب تسهل في سهلة البوليتيكا او اي حاجه كده، معلومات كويس بيحب لهم كثير وبيتعامل من كل ذوي الاعاقة. هذا ويقوم المعهد أيضا بجولة تفقدية للتعرف على إحدى المشروعات القومية. يسرى سياج، صباح البلد. مشاهدينا الكرام، اسمحوا لنا في فقرتنا دي ان احنا نتكلم شويه اقتصاد. ليه اقتصاد؟ هقول لك ليه. لان احنا في ازمه اقتصاديه عالميه، تداعياتها بنشوفها في بلدان كتيره واحنا جزء من العالم. عشان كده بنلاقي انه بتبقى كل دوله بتحاول على قد امكانياتها انها تخفف من تداعيات الازمه الاقتصاديه على مواطنيها. بنلاقي كل دوله بتقوم بمبادرات متعددة علشان تقدر يبقى عندها استراتيجية واضحة، ممكن تبقى استراتيجية قصيرة المدى أو طويلة المدى، تتعاون مع دول مختلفة، دول ممكن ما تكونش بتتعاون معها بتتعاون معها دلوقتي، عشان نقدر نصل إلى مرحلة في التوازن لمرور هذه الأزمة، خاصة إن الأزمة الاقتصادية اللي حصلة نتيجة لصراع ما بين القوى الدولية من الأقوى. طبعا الدول النامية والدول الفقيرة بتتكحد في الوسط، حتى الدول الكبيرة والدول العظمى أيضا متأثرة. يعني بنشوف انه الحكومة المصرية والدولة المصرية والرئيس السيسي هناك اجتماعات مستمرة والتفكير في تقليل وتحجيم التضخم وتقليل اثاره على المواطن البسيط. بنتكلم بنلاقي زيادة في الأجور، زيادة في المعاشات، بنلاقي في مبادرات صحية موجودة، بنلاقي حياة كريمة وغيرها من المبادرات اللي بتقدمها الدولة. هنتكلم في تفاصيل كتيرة مع ضيفنا الكريم دكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية. دكتور عبد المنعم منور. أهلا بحضرتكم. دكتور عبد المنعم، خليني أتكلم على أنه فاكر آخر مرة التقينا في صباح البلد كان من فترة، صحيح، وقلنا انه مع امتداد الحرب اللي حصلة في العالم، انا ما بقولش حرب روسية اوكرانية، الحرب صحيح العالمية اللي حصلة في العالم، صحيح، دلوقتي كل شوية هنشوف ان الوضع هيسوء اكتر واكتر، وما كنتش مستبشر خير قوي باللي قادم. اللي حاصل دلوقتي انه لا، الموضوع مازال مبهم، مازال غامض، مازال رمادي، والدول
مش بس بقت بتقول ايه احنا خايفين من ازمه، دول بقت بتعاني بشكل كبير. صحيح. ايه المفر او ايه الوضع؟ يعني لو استمرنا كده كمان نقول سنه، ايه اللي هيحصل؟ هو سنه على الاقل. سنه على الاقل، يعني ممكن تبقى اكتر من كده. ممكن تبقى اكتر من كده. هي الازمه الروسيه الاوكرانيه ممتده، الحرب ممتده، مفيش بشائر او دلائل تقول ان الحرب ممكن تنتهي بين ليله وضحاها او في توصل لاتفاق ما بين البلدين. نتمنى طبعا ان يكون هناك تواصل، لكن اللي احنا شايفينه او الرؤيه العامه هو استنزاف للقوى الروسيه داخل الاراضي الاوكرانيه بشكل كبير. يمكن الدول الاوروبيه الولايات المتحده الامريكيه من مصلحتها استمرار الحرب عشان تستنزف روسيا باعتبارها قوه اقتصاديه وقوه عسكريه كبيره. كل ده جاي على يعني ايه، على البلدان الناميه والبلدان الفقيره في المقام الاول، ثم حتى بلدان الدول الاوروبيه. يمكن خروج روسيا من اتفاقية الحبوب اللي اعلنت عليها خروجها منذ ايام او منذ اسابيع، يعني ده يؤكد تاني ان احنا هنعود لازمة، خاصة في عملية القمح بشكل كبير جدا. القمح كان سعره في حوالي 270 دولار للطن، وصل ل 530، يعني نسبة التضخم فيه وصلت تكاد تكون 100%، ثم انخفض الى 340. ثم مع خروج روسيا من اتفاقية الحبوب، واتفاقية الحبوب دي ببساطة كان هناك اتفاق ما بين روسيا وما بين أوكرانيا ان يكون هناك خروج آمن لشحنات الحبوب من أوكرانيا عن طريق البحر الأسود. دي اللي كانت برعاية تركيا. برعاية تركيا. نعم. خرجت منها روسيا، قالت لا أنا مش موافقة على الكلام ده ومش موافقة على تصدير، نظرا لقيام أوكرانيا بضرب اللي هو الجسر الخاص ب القرب. تمام. فده معناه ايه؟ معناها نعود من جديد الى زياده الاسعار في القمح، في ظل انه كثير من دول العالم بدات تمتنع عن تصدير القمح، بدات تمتنع عن تصدير الغذاء نظرا للتغيرات المناخيه. ما احنا عندنا مش ازمه واحده، احنا من سنه 2020 ازمه كوفيد 19، ثم الازمه الروسيه الاوكرانيه، وكان بيظللنا كده ازمه اسمها المتغيرات المناخيه. التفتنا اليها او خدنا بالنا منها مع تصريح منظمة الفاو، منظمة الغذاء التابعة للأمم المتحدة، إنه نسبة الحصاد الزراعية هتنخفض بنسبة ما بين 30 ل 31%. عشان كده الهند يعني بطلت تصدر، بطلت تصدر الرز والقمح كمان بدأ بسبب التغيرات المناخية. طبعًا. نعم. طبعًا. نعم. أندونيسيا بطلت تصدر زيت النخيل. كثير من دول، في قائمة فيها 26 دولة امتنعت عن تصدير الحصادات الزراعية تحديدا، قالت أنا مش هقدر أصدر حصاد زراعية، هكتفي بتحقيق اكتفاء ذاتي داخلي وخزن الباقي لربما السنوات اللي جايه تكون سنوات عجاف. فاصبحنا في فعلا ازمه. الخروج من الازمه دي، طبعا الازمه دي نتج عنها ايه؟ زياده اسعار بشكل كبير جدا. ده واحنا تاثرنا بده. طب تاثرنا بده بشكل كبير ليه؟ احنا كان عندنا فاتوره استيراد من الخارج في حدود 70 مليار دولار. النهارده وصلت 86 مليار دولار. رغم ان احنا عندنا نقص في عملية استيراد من الخارج. طب الزيادة دي جت نتيجة ايه؟ نتيجة ان السعر العالمي تغير، فانا زدت اعباء مالية 16 مليار دولار اعباء مالية. ده معناها انه لازم الدولة تتحرك، وبدأت الدولة تتحرك في ترشيد الاستيراد بشكل كبير، ان انا ازود الصادرات المصرية خاصة الناتجة عن الصناعة بشكل اكبر. احنا وصلنا ل 53 مليار دولار سواء كانت صادرات نفطية او غير نفطية، لكن محتاج ازود ده بشكل كبير، ومحتاج اجذب استثمارات، وده اللي الدولة شغالة عليه. بس محتاجين سرعة في الاداء زي ما بيقولوا كده عشان اقدر احقق ده، لانه العالم النهاردة بيتغير بشكل كبير. احنا بننام ونقوم نصحى على تغيرات، وبدأت الدول في العالم انها تتحد من جديد. ربما هناك اتجاه على مستوى بعض الدول انها تتعامل بالعملات المحلية عشان برضو تقلل اثار التضخم، ويبقى يكون في نرجع كده لما يقال عليه ان انا اتبادل بعملات محلية، فانا اقلل الضغط على الدولار، اقلل الضغط على اي عملة اجنبية، وبالتالي ان انا ازود الصادرات، وحتى يبقى عندي ارتياحية في ميزان المدفوعات بيننا وبين اي دولة بنتعامل معها.
بدأت مصر يعني في مجموعة اسمها البريكس طبعا، مجموعة اقتصادية في اجتماع ليها بإذن الله في جنوب أفريقيا، جنوب أفريقيا يوم 15. مصر من أحد الدول المقدمة طلب انضمام، ربما مجموعة البريكس لو انضمينا إليها ممكن يكون هناك تعامل. دي مش هتتعامل بالدولار هذه المجموعة خالص ده، ويمكن كمان ده هناك أنباء عن أنه يكون هناك يعني إصدار عملة مقومة بالذهب خاصة بدول البريكس، وإن كنت أعتقد أن ده من الصعب يعني وجوده الآن، لأن العالم لن يتعامل بعملة أحد مقوماتها روسيا خاصة العالم الخارجي. طيب حضرتك وانت بتتكلم كده يعني لما ذكرت مثلا اندونيسيا، الهند، ماليزيا، كل واحد مش هيبتدي يصدر وهيكتفي يحاول يكتفي ذاتيا، واحنا برضو بنحاول ان احنا ما نستوردش وهنبتدي نصدر. هل العالم يتجه الان يعني انا مش بتكلم على مصر فقط، على العالم كله، دول العالم، لفكره المقايضه زي زمان؟ يعني انا عندي حاجه وانت عندك حاجه، فنبتدي بقى ايه، اديك من اللي عندي وانت تديني من اللي عندك وهكذا، او خليها بالمصطلح العصري التبادل التجاري. بالظبط، يعني دلوقتي بقت ايه، لو التبادل التجاري حتى بالعملات المحليه، مع العملات المحليه طبعا يعني ان انا هديك الجنيه وانا هاخد منك مثلا الروبل ولا اي عمله محليه، فطب الفائض اللي عندي هرجعه لك تاني في شكل بضاعه، وارجع لك الفلوس بتاعتك واشتري منها بضاعه تانيه من دولتك. فده يعتبر نوع حديث من المقايضه اللي كانت موجوده زمان عشان ابتعد عن الدولار وابتعد عن ان انا يكون عندي غطاء دولي، والغطاء الدولي الموجود حاليا ده من الصعب. اصبحت النهارده كثير من الدول بتعاني من نقص الاحتياطات النقديه لديها، بتعاني من نقص السيوله داخلها، حركه الاستثمارات على مستوى العالم بدات تقل. العالم النهارده السنتين اللي فاتوا غيروا كثير جدا من شكل العالم، فكان لابد ان الدوله المصريه تاخد خطوات في ده، وبدات سواء كانت بتشجيع الاستثمار، وثيقه ملكيه الدوله، تخرج من القطاع الاستثمار كحكومه وتشجع القطاع الخاص، تفتح الافاق. بدانا نتعاون مع الكثير من الدول. النهارده في امبارح كان في زياره لرئيس رئيس الوزراء المصري في الاردن مع اللجنه المشتركه رقم 31 لزياده التعاون، سواء كان في قطاع الدواء، سواء كان في قطاع الزراعه، تصدير الكهرباء ليهم بشكل ربط كهربائي بيننا وبين الاردن. نفس الحال مع تركيا، رغم ان كان في ما انا عايزه اجي بقى للنقطه دي دكتور عبد المنعم. يعني دلوقتي انا ابتدي ابص للدول المحيطه بيا، تركيا، دول عربيه، ابتدي اعمل التبادل التجاري ده، لانه لما حضرتك بتتكلم على استثمار وجذب الاستثمار في ظل أزمة اقتصادية عالمية طاحنة، أعتقد إن إحنا العالم ممرش بالأزمة دي منذ الحرب العالمية الثانية، يعني ما تهيأليش يعني. طيب هل يعني تعالى نرجع للتاريخ، هل أيام الحرب العالمية الثانية حتى انتهت الحرب كان هناك مستثمر في أي مكان في العالم؟ لا، كان قليل، نسبة الاستثمار كانت قليل. يبقى أنا في نفس الوضع، يعني أنا لما بقى أقول إيه، أنا عايز مستثمر، طب ما المستثمر هو مش قادر يستثمر. تأكيدا لكلام حضرتك، يعني أنا بتكلم أيوة بصراحة، لأنه برضو الدولة بتعمل مجهود كبير من أجل جذب المستثمر، لكن لا، احنا عندنا حاجتين مهمين قوي. اتفضل. أولا تأكيدا لكلام حضرتك، البنك الدولي أعلن أن حركة رؤوس الأموال للاستثمارات من دولة إلى دولة انخفضت بنسبة 28%. طيب ده على مستوى العالم، لأن كل دولة النهاردة بقت تحابي أو تحتضن المستثمر لديها. أنت عايز حوافز نديلك، ما تطلعش بره بس نخليك موجود داخل الدولة، ونديك حوافز ونديك أراضي، ونديك بحيث أحافظ على رؤوس الأموال داخل الدولة ما تخرجش للخارج، وده مهم. النقطة الثانية، لم تعد مصر هي النقطة الوحيدة الجاذبة للاستثمار في الوطن العربي، وده لازم الرؤية دي تتغير. احنا كنا من سنوات مصر والامارات تحديدا دبي. النهارده لا، النهارده عندنا السعوديه داخله باستثمارات وفتحت اسواق جديده جدا، لدينا المغرب، دول المغرب العربي وعلى راسهم المغرب، النهارده بتصدر سيارات فقط ب 10 مليار دولار، فاصبح عندي اكثر من نقطه في شمال افريقيا وفي منطقه الشرق الاوسط. عشان ابدا انافس وادخل
في هذه المنافسة وابقى جاذب للاستثمار وما خوكش مستثمر من عندي مصري، ما انا برضو انا خايف على حاجتين، انا عايز المستثمر المصري يفضل موجود وما يمشيش لانه ده فاتح شركات بيشغل عمالة بيقلل بطالة بيعمل انتاج بيصدر بيجيب لي دولار في دورة ماشية بسبب المستثمر ده، فما ضيقش عليه، ده واحد. والنقطة الثانية اجذب مستثمر اجنبي او عربي من الخارج لازم اكون عندي يعني مجموعة كده اسمها حزم تحفيزية للمستثمر، تسهيل في إجراءات التأسيس، تسهيل في رخصة، أديله الأرض موفقة، الأرض بسعر منخفض، يشغل المصنع بسرعة، إنه أسهله الحق، أديله إعفاءات، مش مهم إعفاء ضريبي، لكن تخفيض في سعر الضريبة مؤقتا لمدة 3 سنين لغاية ما يبدأ يشتغل، لازم الحركة دي هي الدولة تنتبه ليها، لأنه حل مصر السحري هو جذب الاستثمارات وزيادة التصدير. طيب يبقى أنا في اللحظة دي إن أنا أو يعني في التوقيت اللي أنا فيه ده يبقى التوجه بشكل كبير للمستثمر المحلي طبعا والعربي طبعا والأجنبي. ما هو الأجنبي أساسا هما مش عايزين يطلعوه من بلده. لا ما هو بس في الاخر بيطلع يعني بيقل يعني مثلا كان بيطلع مثلا من دوله 50 واحد لا بيطلع النهارده 30 25 لكن بيطلع وبيخرج بره وبيعمل استثمارات لانه برضه معدلات الربحيه ما زالت في منطقه الوطن العربي وفي مصر تحديدا معدل ربحيه عالي. يعني ايه معدل ربحيه عالي؟ يعني انا لو فتحت مصنعين لصناعه الاسمنت واحد في الولايات المتحده الامريكيه واحد في مصر بنفس المقومات بنفس الطاقه الانتاجيه، اللي في مصر هيكسب 40 50% اللي في امريكا يكسب 5% و8%، فانا معدل الربحيه عندي عالي. ليه؟ لان انا سعر الضريبه ما زال حتى وان كانت عاليه النهارده 22.5% الا انها منخفضه بالنسبه للدول الاوروبيه، تكلفه الانتاج وتكلفه الطاقه وتكلفه العماله اقل من الدول الاوروبيه ومن الولايات المتحده الامريكيه، فانا عندي معدل ربحيه عالي في كثير من الانشطه، فده مصدر جذب، عندي سوق كبير وده مصدر جذب، عندي موانئ دوليه النهارده ميناء شرق بورسعيد رقم 10 على مستوى العالم مش على مستوى الوطن العربي. فاحنا بنتكلم عندي بنيه تحتيه جيده، عندي اراضي موفقه، عندي مناطق صناعيه، عندي 17 مجمع صناعي، عندي مدن صناعيه، عندي المقومات، محتاج العقول تتغير لتتعامل مع هذه المقومات. العقول طبعا. طيب. محتاج حركه داخل الهيئه الاستثمار، محتاج حركه داخل البورصه المصريه، محتاج حركه داخل الدواوين الحكوميه عشان يبدا الموظفين تتعامل مع المستثمر على انه مش جاي حرامي، مش جاي ينصب، مش جاي ان انا بعامله على انه عدو، لا ده جاي يشغل ويفتح شغل، جاي يستثمر، لازم اسهل له اجراءاته. مجلس اعلى الاستثمار بقياده رئيس ادى 22 قرار قال لك فيهم تسهيل الاجراءات. ما زالت هناك معوقات، محتاجين نبسط ده عشان الناس تنجذب الينا، ما تطلعش على دوله ثانيه، كل دوله طبعا لها احترامها ولها تقديرها ولها حقها الاصيل انها تسعى لتنميه شعوبها، لكن انا برضه من حقي ما ينفعش يبقى انا عندي منافسه جنبي يعني في السعوديه والرياض وجده وعندي منافسه في الامارات وعندي منافسه في النهارده سلطنه عمان عند اصبحت برضه تفتح مناطق حره لديها، البحرين بدات تفتح، البحرين عامله 10 مناطق حره جديده خلال سنتين ماضيين، فان اصبح المنافسه عاليه. السعوديه عندها 22 منطقه حره. بالظبط، انا النهارده عندي 10 ولا مصر 120 مليون مواطن. طيب حضرتك قلت معوقات، مع ان احنا في المجلس الاعلى للاستثمار برئاسه الرئيس السيسي ولسه في معوقات. ما هي نوع المعوقات؟ معوقات قانونيه، معوقات تشريعيه، ايه المعوقات؟ ولا موظفين ولا قرارات؟ انا مش عارفه يعني اساس الموضوع. انا عايزه احط ايدي على المشكله. المشكله انه القرار بيطلع من فوق. نعم. سهل جدا وحلو. يعني تنفيذه على ارض الواقع مع موظف قاعد على المكتب احيانا ما بيبقاش عنده اليه تنفيذ هذا الموضوع فخايف ياخد قرار. لا هو بيجي له اعمل كذا. طب الياته ايه؟ طب ده بيمشي مع اللائحه؟ طب ده ماشي مع القوانين؟ طب كان صدر تعليمات من سنتين بتقول كذا؟ طب الاجراءات اللي هي بتخلي هذه التعليمات الجديده يتم تطبيقها مش موجوده لديه فبيخاف. واحنا الفنا على ان احنا نخاف من الحاجه اللي هي جديده. و
برضه تعود الموظف، انت محتاجه نغير سيكولوجيه الموظفين عندنا، انه يتعامل مع المستثمر او ممثلي المستثمر بشكل افضل. انا محتاج اعمل تسويق جيد للفرص الاستثماريه، زي ما عندي قوافل طبيه بتجوب المحافظات المصريه، لابد ان تكون هناك قوافل استثماريه تجوب الدول الاوروبيه لجذب المصانع وجذب الشركات اللي بتقفل في اوروبا نظرا لعدم وجود الغاز، محتاجه انقلها لمنطقه محو قناه السويس. دول كثيره عملت كده، المغرب عملت كده، اندونيسيا عملت كده، بنجلاديش، فيتنام، كل ده عمل ده، راح سحب مصانع وخلاها عنده. انا محتاج اروح، بس انا اروح اخاطب الناس، انا اللي اطلع بنفسي، اطلع وفود تطلع لديها القدره على التعبير، القدره على اللغه، لديها فرص استثماريه، خريطه استثماريه واضحه، اقدر اجذب مصنع واثنين وعشره وعشرين، وده سهل جدا وده في منتهى السهوله، خاصه ان احنا العالم كله بينظر لنا سوق كبير ومنطقه جيده، احنا وش افريقيا، لدينا اتفاقيات مع زي اتفاقيات الكوميسا، بتعامل مع 20 دوله بدون جمارك وبدون ضرائب اقدر اصدر ليها وبدون اي رسوم. ايوه عندنا امكانيات كبيره جدا، محتاجين تنفيذها على ارض الواقع وتسهيل الاجراءات اكثر من ذلك عشان اجذب المستثمر، اشغل العماله الموجوده، نسب البطاله، وازود الصادرات المصريه. اللي قاله دكتور عبد المنعم السيد دي حلقه من حلقات الحل، يعني هي دي مش النهايه، لانه من الواضح ان الازمه مستمره، وكل ما هتستمر كل ما الدنيا هتبقى اصعب، وكل ما يعني التجاره العالميه هتبقى فيها معوقات كتيره، فلازم نلحق نفسنا، لازم نلحق نفسنا. انا بشكر دكتور عبد المنعم السيد رئيس مركز القاهره للدراسات الاقتصاديه والاستراتيجيه، بشكرك يا فندم. مشاهدينا الكرام، فقرتنا خلصت لكن حلقتنا لسه ما خلصتش، بعد الفاصل موعدكم مع الفقرة الطبية. اهلا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي صباح البلد في كل مكان، فقرة طبية جديدة في حلقتنا النهاردة، وهنتكلم عن مشكلة صحية ممكن انها تقابل الاطفال وبيلاحظها الاباء عند عملية الطهارة مثلا، وهو ما يسمى بالعضو الذكري المدفون عند الاطفال. هي المشكلة بتصنف على انها مش شيعة، ولكن عند حدوثها وتجنب او تأجيل علاجها ممكن انها تؤدي الى مضاعفات غير مرغوب فيها. تعالوا نقرب منها اكتر ونعرف تفاصيل اكتر مع الاستاذ الدكتور خالد حافظ، استشاري جراحة الذكورة وتأخر الانجاب والضعف الجنسي بمركز مصر للذكورة. اهلا بك يا دكتور خالد. اهلا وسهلا. عرف لنا يعني ايه المشكله ديت، يعني ادينا تفاصيل اكتر. طيب بدايه انا مبسوط جدا ان مع حضرتك النهارده، وان احنا هنتكلم عن موضوع مهم قوي وهو العضو المدفون. العضو المدفون ممكن يبقى موجود في الاطفال وممكن يبقى موجود في الكبار، وهنتكلم خلال الحلقه ايه الفرق ما بين ده وما بين ده، والتدخل امتى يبقى افضل والكلام ده. ولكن خلينا نتكلم الاول عن التعريف ودرجة الانتشار. تمام. العضو المدفون زي ما الكلمة بتقول اسمها بالانجليزي بارد بينس، وبالعربي اسمها العضو المدفون. زي ما الكلمة بتقول كده، ان العضو الذكري بتاع الطفل او بتاع الانسان الكبير بيبقى غائر وبيبقى داخل لجوه في منطقة العانة ومنطقة الجينيتاليا او المنطقة التناسلية، بيبقى داخل لجوه مش طالع لبرة زي التركيب الطبيعي او الشكل التشريحي الطبيعي بتاع العضو الذكري. درجة انتشار المشكلة كانوا زمان بيقولوا ان هي فعلا مشكلة مش كومن قوي، مش شائعة الحدوث، ولكن من البراكتس بتاعنا ومن الممارسة الطبية بتاعتنا لا، الموضوع مش نادر الحدوث، الموضوع منتشر جدا جدا، ولكن الوعي بالمشكلة ما كانش موجود. يعني في ناس كتيرة جدا سواء أطفال وسواء كبار عندهم المشكلة دي، ولكن لا يسعى للكشف الطبي ولا يسعى ان هو يقول لحد انه عنده المشكله دي. عشان كده المشكله دي موجوده ومنتشره ولكن مستخبيه زي ما بيقولوا هيدن. طب احنا ممكن نفهم الكبار، انما الاطفال طيب ليه الاهالي ما بتتكلمش؟ لان ما كانش في ثقافه، يعني الناس ما كانتش بتظن ان دي مشكله، عادي ده طفل متختخ شويه عنده وزن زايد، بكره لما يكبر يبقى كويس. ما يعرفوش التبعات اللي ممكن تحصل بعد كده. لسه جاي لي مريض قريب عنده 45 سنة وما تزوجش لغاية دلوقتي، وأنا فاكر إن عنده مشكلة أخرى، يعني اكتشفت إن عنده عضو مدفون وده اللي خلاه ما يتجوزش.
مع ان هو عضويا سليم وممكن يتجوز وممكن يخلف وممكن يتعالج وممكن يصلح المشكله بتاعته بمنتهى السهوله. فبدل ما يتجوز في بلدهم يعني بلد فلاحين شويه بيتجوزوا في سن العشرين سنه ويمكن قبل كده قعد لغايه سن 45 بدون زواج. فقصة ان الموضوع is not uncommon يعني مش نادر الحدوث. الموضوع موجود ومنتشر ولكن الوعي بالمشكله هو اللي قليل شويه. طيب قبل ما نخش في العلاج يا دكتور، لو قلنا ان ام قررت تكبر دماغها ومش هروح للدكتور وهسيب ابني الصغير كده، ايه اضرار ده على الطفل؟ طيب كويس قوي، ده بيجرنا لنقطه مهمه قوي. هل العضو المدفون مشكله تجميليه فقط ولا مشكله ليها تبعات صحيه؟ لا، الدراسات الجديده اثبتت ان دي مشكله ليها تبعات صحيه. خليني اقول لحضرتك الهيستوري كده بتاع مشكله العضو المدفون من اولها لاخرها. أول حد وصف مشكلة العضو المدفون ده كان في بدايات القرن الماضي، أظن سنة 1913 أو 16 حاجة زي كده، اسمه دكتور كايز. ده أول واحد وصف المشكلة دي، مجموعة من المرضى عندهم المشكلة دي 1913، فعشان كده بقول الوعي ما كانش موجود زمان. طيب بعد كده في 1970 وانت طالع كده بدأت الريبورتس عن العضو المدفون في الأطفال، بدأوا يوصفوا المشكلة دي في الأطفال سنة 1970. من 1990، من التسعينات بقى وانت طالع، بدأوا يوصفوا المشكلة ديت في الكبار. فهو ده التدرج الهيستوري بتاعه. كانوا زمان برضو بيقولوا ان مشكلة العضو المدفون دي مشكلة تجميلية فقط، يعني شكل العضو مش لطيف، غير كده مفيش حاجة. بعد كده الدراسات أثبتت ان لا، دي ليها تبعات صحية بالذات في الدرجات العالية من العضو المدفون. لما يبقى العضو المدفون داخل لجوه بشكل كامل، مفيش أي جزء ظاهر من العضو، عضو غائر بنسبة 100%، ده ليه مشاكل مرضية. إيه بقى المشاكل المرضية؟ أولا ممكن يحصل التهابات، السنايات الجلدية اللي موجودة حوالين العضو ومنطقة العانة ديت بتعمل التهابات وبتعمل إفرازات كده لونها أبيض، ممكن تضر بالطفل أو حتى الكبير. النقطة رقم 2، ممكن تعمل آلام مزمنة في العضو الذكري. النقطة رقم 3، ممكن تعمل حاجة اسمها لايكن سكليروزس، حاجة كده مرض جلدي ممكن يحصل في راس العضو الذكري، والمرض ده بري مالجننت، يعني ممكن يتطور إلى ورم بعد كده. وريبورتد في الليتريتشر في الأبحاث يعني إن في بعض المرضى جالهم أورام في العضو الذكري بسبب الالتهابات المتكررة اللي متروكة بسبب العضو الغائر، جاله ورم خبيث في راس العضو الذكري. من ضمن برضو المضاعفات ضيق مجرى البول، لما يبقى العضو داخل لجوه على طول والطفل أو الكبير مش عارف يتبول وبيحصل التهابات متكررة، الالتهاب ده بيتنقل لمجرى البول وبيحصل ضيق في مجرى البول. من ضمن المشكلات الصحية برضو مشكلات جنسية، يعني هو هذا الطفل لما يكبر أو هذا الأدلت يعني الرجل البالغ لما يجي يتجوز مش هيعرف يمارس العلاقة الزوجية بشكل كويس، لأن الجزء الأكبر من العضو الذكري غائر في منطقة العانة أو منطقة الجينيتاليا، المنطقة دي. فكل ديت مشاكل صحية إحنا في غنى عنها لو اتعرفنا على المشكلة دي وكشفنا عليها بدري وعالجناها بدري. تعرفوها يعني بتشخصوها ازاي بقى لما المريض بيجي لكم بتعرفوها ازاي؟ حلو قوي. العضو المدفون هي حالات انواع مثلا؟ هقول لحضرتك هي درجات. درجات بالظبط. يعني هي درجات مش انواع. والعضو المدفون او البارد بينس كلينيكال دايجنوزز، هو تشخيص كلينيكي. يعني ما بنطلبلوش اشعات، ما بنطلبلوش تحاليل. هو مجرد بالكشف الطبي بنكشف على الطفل او على الرجل البالغ وهو نايم في الوضع السوباين، وهو نايم نشوف شكل المنطقه دي عامل ازاي، وهو اوت ستريتشد بنحاول نشد العضو كده نشوفه بيطلع معانا لبره ولا لا، وهو واقف خلي الطفل يبقى واقف او الرجل يبقى واقف ونشوف منظر المنطقه دي في الوضع وقوفا عامل ازاي. لما بنيجي نكشف على المنطقه دي في شويه تفاصيل يمكن غير المختصين ما يعرفوش يعملوها. وده اللي بيجيب المشكله برضو، ان الطفل او الرجل بيروح لحد غير مختص، دكتور جلديه، دكتور جراحه عامه، دكتور باطني، يقول له والله دي شويه سمنه كده ما تحطش في بالك وروح. تمام؟ وتبدا الباثولوجي يزيد والالتهاب يزيد والمشاكل تزيد. لازم نشوف الجلد بتاع العضو الذكري عامل ازاي؟ هل الجلد كافي لتمدد العضو الذكري ولا لا؟ هل في تليفات حوالين العضو الذكري شدال جوه ولا لا؟ هل في عيب طهاره موجود ولا لا؟ وده من اكثر الاسباب شيوعا للعضو المدفون، ان يكون الطفل ده وهو صغير الطاهر بشكل خاطئ
حصل تليف، اتشال جلد بزياده، فالعضو بقى داخل لجوه وما بيطلعش لبره. فجوابي على سؤال حضرتك، تشخيص العضو المدفون هو تشخيص اكلينيكي. الكشف الطبي عند حد متخصص عنده خبره في الحته دي هيقول لحضرتك عندك المشكله دي ولا لا. يعني حضرتك وحضراتكم بتنصحوا بالطهاره قبل ولا بعد ما يتم تصليح العيب ده؟ لا، هو المفروض اصلا لو الطفل ده عنده عضو مدفون ما يتطهرش طهاره عاديه. وده نصيحتي بقى لشباب الاطباء، دي مش نصيحه بقى للمرضى، دي نصيحتي لشباب الاطباء. حضرتك لو جالك طفل عايز يتطهر، وللاسف الشديد معظم 90% من الطهارات بيعملها الدكاتره الصغيرين، شباب الاطباء في الجامعات والمستشفيات الحكوميه وكده. فانا نصيحتي لحضرتك لو جالك طفل وانت شاكك ان هو عضو مدفون ما تطهروش. If you are in doubt don't do it. لو انت شاكك ما تعملهاش. لو جالك طفل العضو بتاعه شكله سليم وطالع لبره وطوله كويس والجلد بتاعه كويس، طهره ما عنديش مشكله. انت شكيت ان هو عنده عضو مدفون ما تطهروش. ليه؟ لان لما الطفل بيبقى عنده عضو مدفون ويتطهر طهاره عاديه بيتشال الجلد كله. وتصليح القصه دي مستقبلا بيبقى فيري كومبلكس وبيبقى معقد. ولكن لو انا اكتشفت ان عنده عضو مدفون، بنعمل تصليح تسليك للعضو وطهاره في نفس الوقت. يعني بيتطهر طهاره بيسموها طهاره ديسكشن سيركمسيجن، او بيسموها الناس طهاره تجميليه. واخد بالك؟ ففي النقطه دي بريفنشن از بيتر ذان كيور، الوقايه خير من العلاج. ما اجيش انا استعجل واقوم شايل له الجلد كله وطهره غلط وبعد كده اعوز اصلحه لما يكبر يبقى عنده 10 سنين ولا عنده 12 سنه. انا من الاول اطهره طهاره تجميليه. طيب امتى نصلح بقى المشكله دي يا دكتور؟ هل مستحب وهو صغير ونقول بيخف بسرعه ومش عارفه ايه، ولا بتستنوا لما يكبر شويه وبرده لحد سن كام يعني؟ طيب ده سؤال مهم قوي. اولا مش كل حالات العضو المدفون بتعوز تدخل جراحي. في بعض الحالات لما يكون درجه مايلد، يعني العضو مدفون بشكل جزئي، وممكن هذا الطفل لو انا سبته شويه يول جرو اوت اوف ات زي ما بيقولوا، هيكبر وهيتصلح لوحده وهيتحسن لوحده. أيوة. اصبر عليه شويه. ولكن في بعض الاحيان بيكون التدخل الجراحي مانداتوري او اجباري، زي مثلا ان يكون عنده عيب طهاره، الطفل ده الطاهر غلط، الدكتور اللي بيطهره او ساعات ما بيبقاش دكتور اصلا اللي بيطهر، بيقوم شايل الجلد كله. هذا الطفل لو انا صبرت عليه 20 سنه الجلد اللي اتشال ده مش هيظهر تاني، خلاص هو محتاج تسليك للعضو الذكري وتعويض للجلد الناقص. من ضمن برضو الحالات اللي بتعوز تدخل ان يكون العضو مدفون بنسبه 100% داخل لجوه بشكل كامل، وبالتالي درجة جديدة جدا يصعب معاها ان هو يتحسن مع الوقت او مع الزمن. من ضمن برضو الحالات اللي بتعوز تدخل ان يكون في تليف شديد حوالين العضو الذكري بيشده لجوه، حاجة اسمها ديسجينيتك دارتوس، العضلة اللي موجودة حوالين العضو الذكري متليفة وبالتالي بتشده لجوه زي الاستيك، فالعضلة دي مش هتتحسن الا اذا عملنا تسليك جراحي. شاهد ان الكشف عند مختص هيعرف هل انا مشكلتي او مشكله ابني من النوع اللي ممكن يتحسن تلقائيا مع الوقت ومع التعليمات ومع الرياضه ومع التنظيم الغذائي، ولا انا عندي مشكله لازم نتدخل فيها جراحي. الاجابه على الجزء الثاني بقى من سؤال حضرتك، التدخل بدري احسن ولا متاخر احسن؟ الليتريتشر او الابحاث العلميه ما فيهاش كلير كات بوينتس في النقطه دي، مش واضحه قوي، ما بتقولش بشكل واضح التدخل في الأطفال أفضل ولا في الكبار أفضل. ولكن من خلال خبرتنا اشتغلنا حالات كتيرة جدا وشفنا حالات كتيرة جدا، لا التدخل في الأطفال أحسن من التدخل في الكبار. ويمكن ده بحث أنا بعمله حاليا، بعمل بحث على عدد كبير من الحالات في الكبار وفي الأطفال، لقينا إن الساتسفاكشن أو درجة الرضا في الأطفال وزويهم بابا ومامته يعني أكتر بكتير من درجة الرضا في الكبار. لو طفل عمل تصليح للعضو المدفون عنده 10 سنين أو عنده 11 سنة أو 12 سنة، أموره بتبقى أفضل جدا جدا من اللي يعمل عملية وعنده 30 سنة أو 40 سنة. طب ليه؟ أولا لأن أنسجة الطفل بتبقى أفضل، وبالتالي الريكويل بتاع الأنسجة أحسن، التعافي بتاع الأنسجة أحسن، التئام الجروح بيبقى أسرع، استجابة الطفل لشفط الدهون أو لاستئصال الدهون بيبقى أسرع وأفضل كتير. السايكولوجيكال امباكت او الناحيه النفسيه بتاعه الطفل ما بتكونش بقت فيري كومبلكس زي الكبار. الطفل خلاص ويل جرو اوت اوف ات، هيكبر هيتعافى هينسى المشكله لما يبقى رجل بالغ، يعني هيتجوز ويخلف ويعيش حياته طبيعي. انما ممكن واحد عنده 30 او 40 سنه رغم ان احنا عملنا له تصليح جراحي ممتاز
ومن وجهة النظر الجراحية الدنيا كويسة، عنده مشكلة نفسية مش راضية تتعالج. فشاهد ان درجة الرضا عند الأطفال وذويهم أحسن بكتير من الكبار، فالتدخل في سن بدري أحسن من التدخل متأخر. طيب أخيرا يا دكتور، يمكن هل بيبقى البني آدم طبيعي بعد العلاج، بيعيش حياته بشكل طبيعي، ولا بيبقى فيه مشاكل برضو لسه؟ لا، إذا تم علاج العضو المدفون بشكل محترف وبشكل بروفيشنال وبشكل كويس، بيرجع لحياته الطبيعية زيه زي أي حد. ولو هو طفل بتبقى الحتة النفسية لسه ما تكونتش، العقدة النفسية أو المشكلة النفسية بيرجع طبيعي تماما. عكس الكبار بقى، لو أنا اتأخرت في الموضوع بتبقى مشكلة كبيرة. بتبقى مشكلة. احنا بنشكرك يا دكتور، شكرا جزيلا. أستاذ الدكتور خالد حافظ، استشاري جراحة الذكورة وتأخر الإنجاب والضعف الجنسي بمركز مصر للذكورة. بنشكركم مشاهدينا كمان على متابعتكم لينا في فقرتنا وحلقتنا النهاردة، وخليكم دايما معانا في صباح البلد.